صباح الخير مشاهدينا متابعين لقاءاتنا معكم ببرنامج يوم جديد. نحكي أكثر عن Jesus Christ is coming to town, المعرض اللي رح يصير أو عم بيصير بإكزود من 20 ديسمبر لحد جانفي 4. شو جانفي بالعربي؟ كانون الثاني، ما هيك كان هو عيد ميلادي، لازم اعرف يعني. لحد 4 كانون الثاني فيكم تزوروا هيدا المعرض. لكل الاشخاص اللي يمكن بعد حابين هيك يهدوا هديه غير شكل يفيدوا كمان ويشجعوا الصناعه اللبنانيه، كلنا بنعرف انه بهيدا المعرض الاشياء رح تشتروها هي يونيك، فريده من نوعها، هي هاند ميد، مصنوعه عن جد بكل حب ومحبه. واهم شيء انه بهيدا العيد مهم كمان تكون الهديه شوي لها معنى. بدي رحب بضيوفي جورج منسى الفنان التشكيلي، صباح الخير لك. راندا خلف انت حرفيه كمان مشاركه بالمعرض، دلال فرح بيرد انت كمان فنانه تشكيليه مشاركه بالمعرض، واخيرا نيلا موسى الحرفيه. اهلا وسهلا فيكم أربعتكم. ثانك يو. بالبداية بدنا تعريف عن هذا المعرض وش اللي بميزه. مين بحب يخبرنا أكثر عن Jesus is coming, Jesus Christ is coming Jesus to town. Is coming to town هو حالة بحد ذاتها، معرض كثير يونيك، حتى الأشياء اللي معروضة فيه هي بتتميز عن غيرها لأنه كلها حرفية. يعني من المفروض انه واحد يجي يشوف لانه في شوا كثير كبير. نعم. عم نشوف ورح نشوف خلال الحلقه كمان من الاغراض وال يمكن كمان القطع كثير حلوه الموجوده، انه في قصه ورا كل هيدا الحلو. مزبوط. دلال خبرينا اكثر. اوكي. قديش اقبال العالم على هالمعرض؟ خاصه انه بنعرف بهالايام يعني بنشوف العالم مهووسه بشراء الامور الالكترونيه، صح، وعم بيقصدوا هول المحلات وعم ببعدوا كثير عن الكتاب، عن القطعه الحرفيه يعني. بينما هلا بعتقد صرنا بزمن يمكن لازم نحافظ ونشد اكثر على هذا الفن. مش بس هيك، كمان تشجيع الفنان اللبناني هذا الشيء اللي بزعل، يعني بتلاقي السوق معبى اشياء صينيه. هيدي قصص في وراها قصه، في وراها وجه، يعني مش انه شيء حدا جايك الغرض من الصين، هذا عمل لبناني، ويا ريت بتشجع العمل اللبناني اكثر. يعني مثلا في الكاثارسيس بيشجعوا المحابيس يعملوا شموع، وبيروح ريعهم للمحبوس هو ذاته. حلو. يعني قديش حلو يكون واحد مشتري هديه وعارف انه من وراها عم بيدعم كوز، يعني عم تسيب كذا عصفور يعني بحجر واحد، لانه نحن بالاخير مضطرين نشتري هديه بهذا العيد اللي هو عيد العطاء، ويمكن لو جست صغير واحد بيضطر هيك كمان بنكون عم نفيد مثل ما قلت كتار من الاشخاص اللي عم بيصنعوا الهديه، من الاشخاص اللي رح تروح لهم ريعه. رح ارجع لعندك راندا، تخبرينا اكثر عن هالمعرض وعن مشاركتك فيه. انا مشاركه ببعض الايتمز اللي هن ماسكات، فينيشن ماسكس بشتغلهم انا بايدي كلهم، ومشاركه بشمع بصبه بحط عليه فوليج ناتشرال فوليج، يعني بروح على البابيه بلقوه اشياء طبيعيه، كوكليكو وحشيش، بجففه وبحطه بقلب الشمعه. ومشاركه بشيء اسمه مكرمي، هيدي الحرفه كانت بالسبعينات كثير دارجه، ما بعرف اذا كان الناس بيعرفوا شو المكرمي، يلي هي كلها اتس نوتينج، يعني تعقيد خيطان. نعم. سو انطفت هالكرافت هيدا الحلو، وهلا عم جرب انه نرجع نفلطه على بيوتنا، لانه فينا نعمل منه وول هانجينجز، فينا نعمل منه اشياء ديكوراتيف يعني. سو هالاشياء هدول اللي انا مشاركه فيهم. نعم. ليلى، لحد هلا من 20 كانون الاول لليوم، كيف عم بيكون الاقبال على المعرض وخاصه على الامور يلي انت عم تقومي فيها وتعرضيها بالمعرض؟ كتير حلو، في كتير ناس عم بيجوا، كتير عم بيتحمسوا، عم بيجربوا يشوفوا، عم بيجربوا يطلعوا أكتر على الفنانين اللبنانيين. هلأ بالنسبة لألي أنا، يلي بعمله أنا وابني، هو ابني عنده توحد
هو بيعمل بتعرفي كل واحد كل ولد عنده توحد عنده هواية وبكون مبدع عادة في يعني كل الأوتيست مزبوط دايما بكونوا مبدعين بمطرح من المطرح وثائبت انه مبدع هو بالكهرباء حلو فوصلنا لدرجة انه ما بقى في شيء يعمله وهيك بلش ببخش الأناني ومد الكهرباء عليها سو ما بعرف اذا بينت على التلفزيون الأناني اللي هي هيدي اللي شايفتيها لأن أنت الويسكي اللي مزبوط. أكيد حولها لقطعة فنية أو لمبادير حولها لقطعة فنية رح نرجع لعندك أكتر نحكي جورج الفنان تشكيلي عنا معرض إكزود وعن اللوحة اللي رح نشوفها هلأ الخاصة فيك قديش بعد العالم عم تقدر القطعة الفنية وعم تقدر الرسومات عم تقدر اللوحات بزمن عن جد صار يمكن الفن مش كتير لا مقدر. انا اللي لقيته في نسبه كبيره من العالم عم بتفتش ولتشوف هالاشياء الحرفيه بما فيها ان كانت لوحه ولا شغل يدوي بعد ما انفقدت كليا مع انه الالكترونيات طغيت شوي بس بضل وهيدي بترجع كمان من الاهل بشجعوا انه هون كنا عم نشوف بورتريه للفنانه جوليا فنانة جوليا أنا أوريدي عم بشتغل بلاك أند وايت اللي هو نيو تكنيك الدراي براش تكنيك رياليستيك كتير حلو هيدي أنا من الأشياء اللي مشارك فيها بمعرض إكزود وسبيشالي يعني إكزود بلشت معهم وعم بيواكبوني مثل ما بواكبوا مطلق مبدع أو فنان بينزل معهم نعم. أنا ما بسميهم الهوم away from home للأرتيست لأنه الحقيقة بيروح الواحد لعندهم بحس حاله كأنه بالبيت ودائما بيدعموا دائما even السلوغن تبعهم embracing talents مزبوط هذه بكل معنى الكلمة نعم رح نشوف هلأ لوحتك دلال كمان المشاركة فيها بالمعرض عادة وقتها تكونوا كفنانين يعني هذا سؤال ممكن موجه للكل بس رح بلش معك دلال بتام معين تحت سقف معين بتحس شوي عم تنحد خليني أقول عم ينحد الإبداع باللوحات وبالأعمال اللي عم تشارك فيها ولا بتحس حالك بدلك حرة لو في تام معين لو في معرض معين عم تشارك فيه صح لا أنا عملت سول إكزيبيشن مع الإكزود وسأب مع عيدهم الثاني كان صار عمرهم سنتين كان اسمه ريزيلينس أنا اللوحات تبعولي مستوحات من الهيومن سيلز بس يكونوا محطوطين تحت الإلكترون مايكروسكوب والفكرة من وراها إنه الخلايا تبعولنا بيجاوبوا مع أفكارنا بس الحلو بوقت اللي بيكون في جروب اكزيبيشن يعني كلنا منتشارك بالأفكار بياخد بيشوف الواحد عمل غيره بتحسي إنه الفنانين اللبنانيين كلهم عم بيشتغلوا تحت سقف واحد هو الحقيقة يا ريت البلديات كمان بيشجعوا كمان الفنان اللبناني يعني يكون بكل بلدية أو بكل منطقة يكون في معارض للفنانين اللبنانيين نعم أكيد يعني دايما في مطرح هيك بنحس في أمل فيه وإكزود عم بيعطينا يمكن هذا الأمل بذكر أنه من الساعة 11 الصبح لا ساعة 8 بالليل معرض إكزود فاتح بوابه لحتى تختاروا هدية مميزة من الأشياء اللي شفناها لغيرها كتير كمان يعني مستمر لغاية 4 كانون الثاني 4 جانيوري ومهم بهذا العيد نكون عن جد مثل ما حكينا ببداية اللقاء عم نحصل على هدية فريدة من نوعها مصنوعة بحب وفي وراها قصة وكمان يعني عم نفيد غيرنا حكينا عن اللامبادير المميزة من الأنانة اللي ابنك كمان جورج عملها وعم نشوفها هلأ عن جد يعني من شغلة بسيطة يمكن أكتريتنا من كبة مزبوط ما بنعرف إنه فينا نرجع نستعملها خلق هيك قطعة فنية ومثل ما قلنا يعني يونيك وفريدة من نوعها فيكم تلاقوها بهذا المعرض وأكيد عم بيكون في إقبال على هيك أشياء ما هيك كتير كتير في إقبال لأنه كل لمبة بتطلع غير شيء عن الثانية يعني صح إنه it is a unique lamp really it is made by hand and made by my son and me
اهلا وسهلا فيكم. انا بدي اتشكر كثير حضوركم جورج رندا دلال ونايلا ويعطيكم الف عافيه. ومره ثانيه بدع كل الاشخاص اللي حابين يكونوا عم بيتفرجوا عم بيختاروا اشياء بتاخذ العقل مميزه وفريده من نوعها يتواصلوا اكيد معنا نحن بنكون صله الوصل لحتى تعرفوا. ولكن الشيء الاكيد انه هو من 11 للساعه 8 فيكم تكونوا موجودين بهيدا المعرض تختاروا هديه مميزه تكونوا عم تدعموا فنانين لبنانيين حرفيين عم بيجربوا قد ما فيهم يحافظوا على ما تبقى من الحرف يعني ونجرب من المشاهير عن جد نجرب نضارب على الصين ان شاء الله. اكيد ما في ما في شو بقوله يعني ممنوع نشبه مع احترامنا لكل كل الحضارات وكل الصناعات أكيد. بس ممنوع التشبيه لانه حرام الحق اللبنانيين انه حرام المفروض نكون مفتخرين بالشيء اللي عم نعمله هذا اهم شيء طبعا وعن جد مع كل اللي عم بيصير بالبلد لما يكون ضيوف مثلكم معنا ببرنامجنا بيكبر قلبنا ونحس في فسحه امل صغيره. بدي اتشكر حضوركم مره ثانيه مشاهدينا من 11 ل 8 ولغايه 4 كانون الثاني المعرض مستمر معرض اكسود. زوروا المعرض واكيد للأشخاص اللي ما عرفوا كيف فيهم يكونوا موجودين فيكم تتصلوا فينا ونحن نكون صلة الوصل. فاصل ورح نكون مع باقي فقراتنا وضيوفنا مع زميلتي باسكال. خليكم معنا.